الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول جل اسمه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحديث يدور حول عالم الأشياء، فعالم الأشخاص، فعالم الأفكار، فعوالم أخرى يأتي ذكرها لاحقا بإذن الله، بمناسبة أن هذين الشهرين، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، يحتضنان عددا من المناسبات الهامة. في طليعتها مما في شهر ذي الحجة عيد الغدير الأغار وحج بيت الله الحرام، لذا تلونا هاتين الآيتين الكريمتين، إضافة إلى مناسبات أخرى عديدة كشهادة الإمام الباقر صلوات الله عليه في السابع من ذي الحجة، وشهادة الإمام الجواد على بعض الروايات في آخر هذا الشهر، آخر شهر ذي القعدة، ومناسبات أخرى عديدة مما مضى، مثلا ولادة الإمام الرضا في الحادي عشر من ذي القعدة صلوات الله عليه، ولادة السيدة المعصومة في الأول من ذي القعدة، ومناسبات أخرى مختلفة من نمط آخر كشق القمر مثلا في الثالث عشر من ذي الحجة، وهكذا المناسبات كثيرة في هذين الشهرين. لكن محور الحديث سيكون الولاية من جهة والحج من جهة ثانية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية الأخرى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. بعض المفكرين قسم العوالم كما ذكرنا، فننطلق بداية من كلامه ثم نقوم ببعض الجرح والتعديل والنقد والإضافة وغير ذلك. يقول: لاحظوا جيدا، الطفل يبدأ من عالم الأشياء، ثم عندما شوي شوي يتطور وتتكامل مداركه ينتقل إلى عالم الأشخاص، ثم بعد ذلك عندما يتكامل أكثر ينتقل إلى عالم الأفكار. الطفل أول ما يولد لا يدركه إلا الأشياء، يعني الحليب اللي يشربه هذا يدركه، لمسة اليد التي تلمسه الأم أو غيرها، فيدرك الأشياء فقط. ثم بعد ذلك شوي شوي يبدأ يدرك الأشخاص، أول من يدركه أمه كموجود حي حنون وليس مجرد كشيء يرتضع منه، كشيء مادي كجهاز ميكانيكي يرتضع منه. في البداية لا يعرف إلا الأشياء المحيطة به والملتصقة به،
فمداركه محدودة جدا. ثم شوي شوي يبدأ يدرك الأشخاص، فقد تطور، يدرك أمه، ثم شوي شوي يدرك أباه، ثم شوي شوي أخاه، ثم يدرك الصديق، اللي هذا من نمط آخر، هذا مو يعني قريب، هذا بارتكازه شوي شوي يدرك، ثم يدرك الغريب أيضا، لذا يكش من الغريب كثيرا ما. بعد ذلك الطفل عندما يتكامل أكثر فالأفكار تبدأ تخطر بباله، فكرة العداوة، إذا نريد نعمم الأفكار حتى لمثل ذلك، فكرة الصداقة وما أشبه ذلك. ثم نصل للأفكار المجردة، أفكار طبعا هذا بنمو الطفل، أنه من خالق الكون، شلون إحنا أجينا إلى هذا المكان، ليش هذه هي أمي وليست تلك أمي مثلا، تبدأ أفكار بسيطة فمعقدة ومركبة تخطر بباله. حسنا، هذا هو الطفل. لكن الطفل إذا كان سيره بعد ذلك عكسي، يعني صار عمره 7 سنوات، هو حيث سن الدراسة، وأدبه 7، دعه يلعب 7، وأدبه 7، واستوزره 7 أو شيء من هالقبيل ما يقرب من ذلك. إذا بدأ يتراجع، يعني وصل إلى عالم الأفكار ثم رجع، ضمرت فيه الأفكار وهزلت، بل لو انمحت، رجع إلى عالم الأشخاص. فكيف إذا رجع إلى عالم الأشياء بعد نسى منه هذا، شنو هذا، هذه أمه ليست أمه، هذه انتكاسة ذريعة في حياة هذا الطفل. الأمم كذلك، موطن الشاهد ها هنا. الطفل احنا نشوفه، لذا ذكرناه كمثال حي واضح متجسد. الأمم كذلك، الأمم تارة تعيش في مرحلة الأشياء المادية المحسوسة المبصرة أو المسموعة أو المشمومة والمذوقة والملموسة، فهي أمة بدائية متخلفة. تارة تترقى تصل إلى عالم الأشخاص، ثم تترقى تصل إلى عالم الأفكار. الأمة أو العشيرة أو الحزب أو الحكومة أو العائلة اللي تعيش في عالم الأشياء، هذه مثل الطفل اللي عمره 2 أو 3 في أدنى درجات البدائية. وأنتوا تشوفون قد يكون ربما واحد يكون أستاذ جامعي أو أستاذ حوزوي أو طبيب جراح مشهور أو رئيس جمهورية أو وزير أو غير ذلك ممن له منصب خطير أو غير خطير، لكن يعيش بعد لعله في عالم الأشياء. أنتوا الآن لاحظوا في حياتنا كم نعيش في عالم الأشياء، كم نعيش في عالم الأشياء. مثلا أنتوا لاحظوا كيف هاي الأمثلة تحيط بنا من كل جانب. هذا الإنسان اللي تهمه ملابسه جدا، دائما يفكر عبايتي شلون وصايتي شلون وأي نوع من الأنواع أشتري بها، يعني أي قماش، ذاك يكون هو الذي ألبسه، أخيطه فألبسه. فكرة في ملابس، في زيه أو في زيه. بعض الناس يفكر بالديكور، بعده في عالم الأشياء، كل يوم يفكر في ديكور المنزل. شايفين بعض الناس سنويا يغيرون الديكور أو الأثاث، يعيش في عالم الأشياء. الله لم يخلقنا لكي نفكر بهالأشياء، أو أكون كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممها. أو بعض النساء تقف أمام المرآة ساعة، ساعتين، نص ساعة، 3 ساعات تمكيج، تعيش في عالم الأشياء. العمر، الله ما أعطى الإنسان العمر كي يقضي الوقت هكذا، 5 دقائق ما تكفي، بل هي زايدة. الآن المشكلة موضة جاية، بعض الشباب نفس الشيء، يعني يقف أمام المرآة ساعة، ساعتين، نص ساعة، ينشغل بهندامه وشكله، يعيش في عالم الأشياء مقدار الضروري مما تقتضيه الآداب الاجتماعية
للرجل أو للمرأة أو للمرأة لزوجها المقدار الضروري الطبيعي اللي يقتضيه حق الزوج طبيعي، بس الأكثر من ذلك، لأن الحيوان يعيش عالم الأشياء، الحيوان ما يعيش عالم الأفكار على ما نعهده منه. ولا أنا أتصور بعض الحيوانات لها أيضا نوع من عالم الأفكار، لكن كما يقال يعني، ونعهده منح ونتصور أنفسنا هكذا وهم نتصورهم على تلك الطريقة. أحدهم يقال عنده 300 عصاية في بيته، إيش يقال 300 نوع من العصاية، شخص مشهور 300 عصا، أنواع العصيات، والعصا لمن عصى طبعا، مستوردها من أنحاء العالم. شخص آخر، هذه واقعية ها، شخص آخر هذا مولع بيت تكرمون الأحذية، فبيته كلها مالئها بالأحذية، إيش مسوي هاي أقفاص مثل أقفاص الكتب، وشايف صور بيته أنا، فكل البيت مليء بالأقفاص إلى السقف وأنواع الأحذية. كذلك أنا اللي أفكر بالنوم شوية، إذا نمت أكثر أحس مرتاح شوية، إذا كان فراشي وثير أحس بالسعادة. أما إذا ملابسي عادية أو رثة، أو أفرض مثلا مظهري، بعض الناس ليسوا بجميل المظهر، شوية قبيح كله يحز في نفسي ذلك، وليش أحس في نفسي ذلك؟ هذا رزق رزقك الله، انتهى الأمر ولا تستطيع أن تغيره. اللي يعيشون في عالم الأشياء ظلوا متخلفين في عالم الديكور، في عالم المظاهر الظاهرية، غير طبعا الضرورية عقلا أو شرعا، مثل النظافة، النظافة مطلوبة عقلا وشرعا كما لا يخفى، لكن يعيش في عالم الأشياء. مثال آخر، عمليات التجميل اللي أكثرها ليس إلا إتلافا للوقت، وكثير منها تفشل. كثير يمكن المتتبعين يعرفون، أنا لي بعض التتبع لوضع المجتمع، يعني كثير من النساء أو الرجال يجرون عملية تجميل للأنف، هذه مثلا في إيران كثيرة، في الخليج كثيرة، في العراق ليست بتلك الكثرة، عملية تجميل للأنف زين، وكثير من هالعمليات تفشل. وفي إحدى هذه الدول سنويا حسب الإحصاء مليارات الدولارات، ذاكرين العدد الآن ما أتذكر كم مليار، 5 مليارات، 20 مليار، فرقم غريب. في تلك الدولة مليارات الدولارات تصرف لعمليات التجميل، لكثير منها يفشل، لأنه وإن كان أنفه مثلا كبيرا فكان به بعض القبح، لكن هو متناسب مع وجهه من حيث المجموع. فعندما يجرون العملية وإن كانت ناجحة، بس هذا الأنف الرشيق فرضا ما يتناسب مع هذا الوجه، فيطلع أسوأ. وكم من قصص أنه أجرى عملية ثانية ففشلت، وثالثة، فالزوج أيضا ما رضى وكان يشوف الوضع السابق أفضل، ورابعة، وأصيب الطرف هو هي بالإحباط والكآبة وغير ذلك. إذا احنا نلاحظ نشوف أنه عالم الأشياء متحكم فينا. ذاك اللي يحب الرئاسة يحب الكرسي ومتشبث به، يعني ليست القضية مجرد ديكور وقضية جمال ظاهري وقضية مرآة وما أشبه وعملية تجميل، لا، هذا اللي يعيش في عالم الشهرة يحب الشهرة متشبث بها، يحب الرئاسة إلى غير ذلك من الأمثلة. هذا الشخص لا يزال يعيش في عالم الأشياء. شريح القاضي يقال أنه عمر طويلا، يقال إنه عمر طويلا، يمكن 108 سنين نقل أنه عمر، وكان في منصب القضاء لمدة 60 سنة، والمعروف عنه أنه أمكر من الثعلب، وله قصة مع الثعلب، هنا كانت منشأ القضية. المهم، شريح القاضي فترة في زمان الأمير صلوات الله وسلامه عليه أيضا كان قاضيا، قبله بعده 60 سنة كان في منصب القضاء. وذات مرة ارتكب أمرا فنفاه أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين إلى قرية اليهود خارج الكوفة، كانت قرية اسمها بانقيا، أكثر سكانها اليهود، فالإمام نفاه هناك فخلاه فترة ثم رجع. هذا اشترى ذات مرة دار ب80 دينار، شوفوا عالم الأشياء،
كله يفكر شلون يكون بيتي وشلون أكون، وبيت ثم يروح إلى بيت ثاني ثم إلى بيت ثالث، ويشتري بيت وبيت ثاني وثالث في هذا المكان وذاك المكان. عالم الأشياء، العقل عقل صغير، مقدار الكفاف والضرورة ما يخالف، بس الأكثر من ذلك. اشترى دارا بثمانين دينارا وكتب كتابا وأشهد شهودا. زين، الأمير صلوات الله وسلامه عليه بلغه النبأ. الآن في الحكومات مليارات الدولارات تسرق وتتبخر، أصلا مو تسرق، مليارات، ولا من حسيب ولا رقيب ولا حساب ولا كتاب. لذا الأوضاع مدهورة في كل بلادنا، من السعودية إلى العراق إلى سائر الدول، كل بشكل وبكل نوع. هذا الملك يريد يسافر إلى المغرب، ولعله سافر أو لا ما أدري، معه وفد من 4000 شخص، بين وزير وابن وزير وصديق ابن الوزير وحارس وحرس وطني وغير ذلك، 4000 شخص أو أكثر، 4 إلى 5000. في تلك المنطقة، كل تلك المنطقة السياحية التي تتألق بالفنادق ذات النجوم الخمسة والأكثر، محجوزة من قبل أن يذهب الوفد الملكي بأسبوعين، يعني أسبوعين فارغة، وبعد أن يغادروا أيضا أسبوعين، شهريا ونصف، هالفنادق كلها مستأجرة ل4 إلى 5000 شخص، والسيارات أرقى أنواع السيارات، من الرويز رايز أخذ فنازلا. حسب البعض كما كتب، يعني تكاليف هاي الرحلة تكلف حوالي 5 مليارات ريال، رقم خيالي من أموال المسلمين. إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري. بهيمة، بهيمة، ما نقول حتى لو ما نطور الكلام، نقول سرقة، أي سرقة من أموال المسلمين، أموال نفطكم مو أموالكم، حتى تقضوها صغير الفحشاء اللي ترتكب هنالك، لا نجمد على الظواهر. حوالي 5 مليارات ريال، يعني مليار ويمكن 500 مليون دولار، أرقام خيالية على سفرة. هسه ذاك في مستوى عالي من الطغيان، هذا بهيمة في مستوى داني من الطغيان، واحد ما يقدر مثلا 5 مليارات يصرف، يصرف 500 مليون، ما يقدر 500 مليون يصرف 50 مليون، ما يقدر 50، نقول في الفائض عن يعني الحاجة الطبيعية له ولأسرته الكلام، ولا التوسع على العيال مطلوبة، الخارج عن ذلك يدخل في عالم الأشياء. 50 ما يقدر 5 ما يقدر 500، يعني 5 ملايين في 500، وهكذا وهلو مجرى. شريح اشترى دار ب80 دينار، 80 دينار مو شيء نسبيا يعني. الأمير أرسل إليه قنبر وطلب أن يأتي، استدعى يعني استدعى وقال له بلغني أنك اشتريت دارا ب80 دينارا وأشهدت شهودا وكتبت كتابا، يعني هل قد ضبطت الشغلة؟ لأن سابقا ما كانوا يسوون مثل ذلك، يعني سابقا عندما كانوا يشترون الدار بعد ما يحتاج إلى شهود وإلى كتاب وغير ذلك، على الثقة يعني الأمور كانت تمشي، بس هذا يعني راد يتقن. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه استدعاه وقال له، طبعا هذا اللطيف هو الشريح نفسه ينقل القضية مع أنه هو كل نقد له، يقول عاصم بن بهدلة قال لي شريح القاضي اشتريت دارا ب80 دينارا وكتبت كتابا وأشهدت عدولا، فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فبعث إلي مولاه قنبرة فأتيته، فلما أن دخلت عليه قال يا شريح اشتريت دارا وكتبت كتابا وأشهدت عدولا ووزنت مالا، هذا للتهويل ولا أخو طبعا يزنون المال. قلت نعم. قال يا شريح اتق الله، هذا مو خطاب لشريح، لنا أيضا، أنا أضيع دقيقة من وقتي فيما لا طائل تحته في مشاهدة أفلام أو برامج ليست بالمفيدة، ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات أو أجلس على السفرة أكثر من الطبيعي أو أتنوق في أنواع الطعام أو غير ذلك، اتق الله، هنا مكان اتق الله، أضيع وقتي أنا، ما لا معنى.
الإنسان خلق كي يعبد آخرته، كي يخدم خلق الله، كي يتكامل معنويا، أخلاقيا، روحيا، علميا، فكريا. كل ثانية يضيعها في الجماليات الإضافية والكماليات الغير اللازمة، هذا إضاعة للهدف الأصلي من الخلقة. قال يا شريح اتق الله فإنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك، هذا الكتاب اللي كتبته يعني، ولا يسأل عن بينتك حتى يخرجك من دارك شاخصا، أي شاخصا ببصره الخائف جدا، ويسلمك إلى قبرك خالصا، فانظر أن لا تكون اشتريت هذه الدار من غير مالكها ووزنت مالا من غير حله، فإذا أنت قد خسرت الدارين جميعا، الدنيا والآخرة. ثم قال عليه السلام يا شريح فلو كنت عندما اشتريت هذه الدار أتيتني، يعني قبل ما تشتريها أتيتني، فكتبت لك كتابا على هذه النسخة، إذن لم تشترها بدرهمين. عندما كنت أكتب لك هاي الموعظة والحقيقة لتخرجك من عالم الأشياء إلى عالم الأفكار، بل إلى عالم القيم، هذا العالم الرابع اللي ما ذكرناه، وعوالم أخرى ستأتي. إذا خرجت من عالم الأشياء، هالدار إذا يريدون يطلوك إياها بدرهمين ما تقبلها، لأن هي وبال، هي علة، هي ثقل، تشغلك عن الآخرة. هذا اللي عنده ملابس كثيرة كله يفكر في هذا الملبس وذاك الملبس، وكل يوم يشتري ملبس جديد. الوالد رحمة الله تعالى عليه كان عنده صاية واحدة فقط، يقول الصاية الثانية إضافية ليش؟ عمامة واحدة عنده، يقول العمامة الثانية إضافية لماذا؟ مع أنه شوي يثقل الإنسان، لأنه الصاية تحتاج إلى أن تغسل، فعندما تغسل لازم يتجمد في البيت يعني لمدة ساعتين ثلاث ساعات إلى أن تغسل مثلا. يقول بأنه الأمير عليه الصلاة والسلام فكتبت لك كتابا على هذه النسخة إذن لم تشترها بدرهمين، يا وبال، يعطيك سيارة رويز رايز تقول ما أريدها أصلا، أنا أريد أتخلص منها وأشباه، يعطيك قصر منيف تقول أنا ما خلقت كي أسكن في القصور المنيفة، لأن القصر المنيف يجعل قلب الإنسان متعلقا به بدلا أن يتعلق بربه. قال قلت وما كنت تكتب يا أمير المؤمنين؟ قال كنت أكتب لك هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت أزعج بالرحيل، اشترى منه دارا في دار الغرور من جانب الفانين إلى عسكر الهالكين، وتجمع هذه الدار حدودا أربعة، فالحد الأول منها ينتهي إلى دواعي الآفات، والحد الثاني منها ينتهي إلى دواعي العاهات، والحد الثالث منها ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الرابع منها ينتهي إلى الهوى المردي والشيطان المغوي، وفيه يشرع باب هذه الدار، يشرع باب الدار من الهوى المردي والشيطان المغوي. اشترى هذا المفتون بالأمل من هذا المزعج بالأجل جميع هذه الدار بالخروج عن عز القنوع. حقيقة كلمات تهز الحجر. جميع هذه الدار بالخروج من عز القنوع والدخول في ذل الطلب، فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى منه من درك، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. العالم الأول هو عالم الأشياء، فالحذر الحذر، لأن الأشياء لماعة براقة أخاذة، الدنيا حلوة لها زبرج، لها زخرف، لها جمال، لها زينة. الإنسان عليه أن يحذر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هاي الأشياء، عقلب هالأشياء، ذلك متاع الحياة الدنيا. الدنيا الدانية، البشر الله خلقه ليحلق الإنسان في أفق الكمال، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هناك حسن المآب، تؤوب إلى
أمر لا يتصور، لا تتصور نسبة بينه وبين هذه الأشياء، ورضوان من الله أكبر. ننتقل في تكملة حديثنا إلى أنه عندما إحنا نلاحظ فلسفة، هاي النقطة مهمة تشريعية، فلسفة تحريم المحرمات شنو هي؟ فلسفة الواجبات شنو هي؟ جزء واقعي من هذه الفلسفة أن تترفع عن عالم الأشياء. مثلا يحرم النظر للمرأة الأجنبية، هذا هم صار هو هذا، أن ينظر إلى هذه المرأة والعياذ بالله أو تلك، سيقطع النظر عن العقوبة الأخروية. أول عقوبة أنه هو يسقط من علياء كمالح، مش قليل هذا، مش قليل، مثل واحد دا يعيش على سطح الأرض فيخلوه في حفرة أو في بير، هذا اللي يتطلع في أعراض الناس هذا بهيمة، وأسوأ من البهيمة، يعني البهيمة لم يحرم عليها أن تنظر ها هنا وهنالك، هو حرم عليه. الله يريد يخرجك من عالم الأشياء، ليش ترجع إلى هذا العالم الحقير؟ ذاك اللي يسمع الأغاني إذا نفكر من هالمنظار نشوف هاي نافذة جديدة لفهم هذه الأحكام ولإفهام الكثير من الناس. هذا اللي يسمع الأغاني هبط إلى مستوى البهيمية، التلذذ الصوتي السماعي مستوى بهيمي. وكذلك الذي يشترح سائر المحرمات، الخمر شو تسوي؟ تخرج الإنسان من حد الإنسانية وتهبطه إلى درجة البهيمية، إلى الدركات البهيمية. الخمر هكذا تسطب عقله وتثير شهوته، هيك فيتجرع على السرقة، يتجرع على المحارم، يتجرع على كل شيء. من فلسفة المحرمات، من حكمة تحريم المحرمات، أن هذه المحرمات كلها تجر الإنسان وتسحبه إلى أسفل، إلى عالم البهيمية، إلى عالم الأشياء. فإذا الإنسان حتى ما فكر في الآخرة بس فكر في عزة نفسه، شريف النفس، مو مستعد أن يهبط من عليائه. أنتوا شايفين فد واحد رجل عاقل سليم يروح يضيع وقت أمام المرآة 5 ساعات ينشغل وقته أنه شلون كذا، هذا مو عاقل. وإذا كان عاقلا فقد اختل عقله. يقولون ذاك الصوفي قال له أستاذه، إذا تريد حصل حسب زعمهم على بعض الكرامات فلازم تقرأ فلان أوراد 40 يوم وأربعة أشهر أو سنة أيش، وتمتنع عن أكل اللحوم وكذا، فتقائمة طويلة من الأمور. فهذا الصوفي أيضا عنده حماس لكي يحصل على الكرامات، أيضا هي نوع من البهيمية، الكرامة واحد يريد يحصل عليها حتى يخدم عباد الله أو كي يقترب إلى الله، لكن تارة يريد يحصل عليها حتى يتبجح، يعني الناس ينظرون له بإجلال. هذا الصوفي حتى لو حصل شيء، لأن ترويض الروح ينتج بعض الأشياء، هذا بهيمة بعد ما دام تفكيره هو هذا. فهذا الصوفي بحماس 4 أشهر أو 40 يوما أو سنة ما أتذكر الآن، المهم أعمله بالأوراد والأذكار وتجنب النوم مثلا طوال الليل وأكل اللحوم وأكل مشتقاتها، المشتقات الحيوانية، ما شاف شيء، لا عين البرزخية انفتحت، لا أذن البرزخية اشتغلت ولا إيش. فأجى عند الأستاذ الدرويش المعلم، إيش أجى من الدرويش قال له بأنه شنو القضية. الدرويش الأستاذ ذكي قال له أنت مشكلتك، أنا قلت لك تخلى عن التعلقات الدنيوية حتى روحك تسمو. قال تخليت بالليل وما نمت، بالنهار نمت على الأرض الجرداء، على الفراش ما نمت ولا مخدة، على حجر نمت، وهكذا فتخليت عن كل الملذات الدنيوية. قال له لا أنت عقلك مخلي بلحيتك. هذا الدرويش كانت عنده لحية لطيفة جميلة فدائما يفكر بيها، يروح أمام المرآة ويمشطها وعامل ما يمشطها ويرتبها مكيف على لحيتها يعني هيك. فقال له أنت بعدك عقلك بلحيتك، هاي اللحية من البهيمية التفكير نمط يعني هالمقدار ولا تنظيمها والمقدار الشرعي هو مستحب. فقال له أنت اشترطنا عليك شرطة فلم تعمل بالشرطة،
هذا الصوفي هواية غضب على نفسه وعلى لحيته المسكينة، أنه سنة من الجهد ضيعه صرفه، فهاي اللحية المشؤومة، لحيته المشؤومة ضيعت هذا الجهد، فبدأ يقلع لحيته. الدرويش الأستاذ قال له أخو أنت بعدك بلحيتك، يعني قبل كنت بلحيتك بالرعاية، الآن بعدك تفكيرك باللحية بالهدم، أنت لا تفكر باللحية أصلاً، مو تفكر تارة هكذا تفكر، لا تفكر بالانتقام منها ولا تفكر في ترويضها في تطويرها. إنسان أحيان يفكر في عدوه، حس الحنق والغضب والحقد يتأجج فيه، هذا يسقط عن مرتبة الإنسانية. إذا فرضاً كانت العداوة عداوته لك بحق جزاه الله خيرا، يعني شخص يراك أنت صدق مبطلة ويرى وظيفته الشرعية تسقيطك، إذا صدق شيء يفكر يعني أنت تفكر جزاه الله خيرا يعمل بالوظيفة الشرعية، وحيث أرى نفسي على حق فأقول إن شاء الله الله يؤجرني على هذه البلية اللي ابتليت بها، بس ليش أحقد عليه؟ وإذا كانت عداوته بباطل فشنو فائدة الحقد عليه؟ أنت أشكو أمرك إلى الله واشكوه إلى الله تعالى، أما يتأجج الإنسان غضبه وأعصابه تتحطم وغير ذلك فهذا ما لا ينبغي. موطن الشاهد هو أن فلسفة المحرمات، من فلسفة المحرمات هو ذلك، أن نخرج من عالم الأشياء إلى عوالم أرقى كعالم الأفكار أو كعالم القيم. من فلسفة الواجبات أيضا ذلك. لاحظوا السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ماذا تقول، شنو فلسفة الزكاة؟ أن تخرجك، والخمس كذلك، أن تخرجك من التعلق بالأشياء. الإنسان بطبيعته يتعلق بالفلوس، يحب الفلوس، طبيعة الإنسان. أنا شايف بعض الناس اللي ما يحبون الفلوس هيك يكرهوها، من العلماء شايف ومن التجار، بالنسبة لي كان غريب أن أرى بعض التجار يكره الفلوس، يتاجر وينفق في سبيل الله، صدق يكرهها يعني يكرهها، يقول مثل عقرب لازم يتخلص منها، بس هاي العقرب مأمور بأن يجمعها كي ينفقها، مثل طبيب يجمع العقارب كي يستخرج منها السم كي يطبب المرضى، يكره الفلوس. الزكاة من فلسفتها أن تعلقنا بالأموال الله يقطعها منا بالتدريج شيئا فشيئا، عالم الأشياء. لذا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقول في خطبتها المسجدية: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. طبعا كلها فيها كلام ومقاطع وبحث، لكن احنا هالمقدار لا ننتخبه. والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس. لاحظوا الروعة، تخرج من عالم الأشياء إلى عالم القيم، تخرج من عالم الأشياء والتعلق بها إلى عالم القيم، تزكية النفس، هاي من القيم السامية جدا إن لم تكن أسمى قيمة. والزكاة شنو؟ تزكية للنفس. فإذن الواجبات من هدفها أن تخرج من عالم الأشياء إلى عالم مكارم الأخلاق. طبعا تكمل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. حتى إذا واحد يفكر في عالم الأشياء أيضا، فإن الزكاة في عالم الأشياء أجدى لك من الحرمان من الزكاة، من منع الزكاة وجحد هذا الحق أو تركه وإهماله، لأن الله هو الرزاق. فإذا رآك دفعت من 40 واحدة مثلا أو من 2.5 أو غير ذلك على حسب المعادلات الموجودة، الله يزيدك في الرزق. إذا الخمس دفعت من 120 مثلا أو 1200، الله يزيدك في الرزق. حتى إذا تفكر في عالم الأشياء فهي لصالحك، فكيف بأن مثل هذه ترتقي بك إلى عوالم أسمى. في خطبة الزهراء مقاطع كثيرة أنا معلم عليها، لكن لا وقت لدينا الآن، نكتفي بهذا المقدار. السيد الوالد في كتاب من فقه الزهراء أشار إلى الكثير من جوانب ذلك، كذلك في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. لاحظوا القصاص، الإنسان أحيانا يقتص من الطرف الآخر ثأرا، يقتص من الطرف الآخر ثأرا، ما يخالف ما بيشكر، وجزاء سيئة سيئة، لكن أنت بعدك هذا المقتص ثأرا في مستوى واطي إلى حق، مثل ما أن الإنسان أن يعيش في بيت كبير فإلى حق،
أو مرفه إلى حق شرعا، بس هذا مو إنسانية الإنسان مقتضاها ذلك، أنه هي يعيش في يعني ما لا يحتاجه أكثر من الحاجة. طبعا نستثني هنا أن الدار الوسيعة بالذات شرعا مستحبة، تؤثر على الأعصاب، تؤثر على مجمل الأمور، لذا من سعادة المرء أن تكون له دار وسيعة. أنا كلامنا عن الديكور، عن الزخرفة، عن الأمور الأخرى، ولا سعة الدار هي مطلوبة في حد ذاتها لهذا الهدف أيضا، مو لمجرد أنه الإنسان يكيف على سعة الدار، بل لأنها تؤثر على مجمل الحياة الزوجية وعلى تربية الأطفال وعلى القدرة على إدارتهم بشكل أفضل، وعلى أن لا يتسيبوا في الشوارع، لأن البيت إذا كان ضيق الأطفال يضطرون يطلعون برا، فهذا الطفل اللي يعيش برا في الشارع وفي العقد شلون يتربى، كيف تكون أخلاقه، كيف تختلط الفتاة بالفتاة، وهكذا وهلم جرى. فموطن الشاهد في ذلك أنه هذا استثناء ذكرناه بين قوسين. يقول تعالى ولكم في القصاص حياة. القصاص لك الحق في القصاص، لكن الله يجعل له هدف أسمى، لكم في القصاص حياة. مو يقول القصاص من منطلق الثأر، بالقصاص حياة الجمع وحياة أنه هذا هدف أسمى، فأخرجنا من عالم الأشياء وردود الفعل الانتقامية إلى عالم القيم. ولكم في القصاص حياة، شو شلون الكلمة رائعة. ولذا بعض العرب بلغاء العرب ذهلوا عندما سمعوا هذه الآية، ومن هذه الآية أقر بعضهم بإعجاز القرآن الكريم، لأنه الكلمة نظيرها كان موجود في اللغة العربية، لكن الروعة اللي تتحلى فيها الآية أصلا ماكو قياس بينها وبين تلك، وإن كان الجوهر لعله واحدة. الكلمة المعروفة عندهم كانت القتل أنفى للقتل، هذا المضمون نفس المضمون من وجه، لكن وين القتل أنفى للقتل اللي يضمن بس جانب سلبي، وبين لكم في القصاص حياة اللي يضمن الجانب الإيجابي إضافة إلى المتانة الغريبة والروعة والإيجاز والوضوح وغير ذلك. عالم الأشياء علينا أن نخرج منه، هذا كله قاعد نذكره تمهيد، والتمهيد طال، لكن الموضوعية ما يخالف، احنا كنا نتكلم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فنعقد الآن بعض الصلاة ونكمل الحديث إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن رزقنا الله العمر والحياة. خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، هاي الخطبة من الخطب الهامة جدا والموجودة في الكافي الشريف وغيره، وعلينا أن نطالعها مرة ومرتين وثلاثا وأربعة وأربعين، ونعيش مضامينها باستمرار. إحدى الأهداف المهمة التي تتضمنها الخطبة نقل الإنسان من عالم الأشياء إلى عالم القيم اللي هو العالم الرابع، وإلى عالم الأفكار اللي هو العالم الثاني الثالث، وإلى عالم بعض الأشخاص، لهذا استثناء، لأن ليس عالم الأشخاص بأكمله من الدرجات الوسيطة، هذا غير الأشخاص المطلقين، الأشخاص المعصومين، الأشخاص المنزهين، الأشخاص الغيبيين، استثناء ذاك كما سيأتي لاحقا إن شاء الله. نقرأ بعض المقاطع من هذه الخطبة وبها ننهي الكلام في هذه العجالة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، في ضمن الخطبة، إنه لا كنز أنفع من العلم، ولا عز أرفع من الحلم، ولا حسب أبلغ من الأدب. فلاحظوا هذا الثلاثي اللي الإمام عليه السلام يطرح هنا: العلم والحلم والأدب. تصوروا شخص جمع هذه الصفات الثلاثة، عالم حليم، قد يكون عالم بس مو حليم، يغضب فورا، تتكلم معه تسأله تستشكل عليه يغضب. الكمال، كل الكمال في أن يكون عالما حليما أديبا، أي مؤدبا ذا أدب رفيع. هذا عالم القيم وليس عالم الأشياء ولا عالم الأشخاص. أيها الناس، إنه لا كنز، تريد تكنز، لا تكنز المال، اكنز العلم. لا كنز أنفع من العلم، ولا عز أرفع من الحلم. العز مو بالسيارات وبالقصور الفارهة وبالكراسي الوثيرة وبالمناصب الراقية، لا لا، ولا عز أرفع من الحلم، ولا حسب أبلغ من الأدب.
هاي كلمة. الكلمة الثانية، الكلمات كثيرة وكل منها يستدعي وقتا طويلا، لكن هاي نخليها إشارات حتى تتشوقون أكثر لكي تحفظوا هذه الخطبة ونحفظ، وليس فقط أنه أحيانا نقرأها. يقول عليه السلام: ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل. هذا الثلاثي صدق رهيب، وكل كلمة تحتاج إلى بسط، بسط مقال، أنه ليش من أعجب برأيه ضل ضلال، أما من استغنى بعقله زل، زل يعني لم يظل لكن زل. الإنسان أحيانا في الصحراء يظل الطريق، يضيع تماما، هذا المعجب بعقله يضيع، أصلا يضيع الهدف. لكن تارة لا يعجب بعقله، لا يدري أن عقله له حدود، لكن يستغني بعقله عن المشورة، ما يستشير من هذا ومن ذاك، لكن هو يفكر ويفكر غير معجب برأيه، هذا ما راح يضل الطريق نهائيا، لكن تكثر زلاته وهو في طريق الهدف، يتعثر ويسقط في هذه الحفرة وفي تلك الحفرة وما أشبه، لكن حيث أنه يرجع إلى عقله باستمرار ويستنهضه ويستشيره ويستثير كوامن عقله غير معجب به، فإنه لا يضل لكن تكثر زلاته. وهذه الحكمة تسدد حياة الإنسان بأكملها. ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل. في كلمة أخرى يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولا عقلك التدبير، ولا عبادتك التفكر، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا وحشة أشد من العجب، ولا ورع كالكف عن المحارم، ولا حلم كالصبر والصمت. هذا السداسي حقيقة رهيب، يعني إذا كل إنسان يفكر يوميا أنه هل طبق هذا في حياته، شو شلون يتكامل الإنسان، أنه من جهة يكون كثير التدبير، من جهة يكون كثير التفكير، من جهة يكون كثير الاستشارة إلى غير ذلك، تدبير وتفكير واستشارة، هذا الثلاثي الأول من السداسي. والكلمات الأخرى للأمير عليه السلام كثيرة، لكن الظاهر أن الوقت لا يسع. المهم على الإنسان أن يخرج من عالم الأشياء إلى عالم الأفكار، فعالم أو وعالم القيم وعوالم أخرى سيأتي الكلام عنها لاحقا. هذه العوالم كلها متضمنة في الآيتين الشريفتين، كيف سيأتي إن شاء الله في البحث القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.